يعتبر أكبر بعثة في تاريخ جمهورية مصر العربية في التاريخ الأولمبي اللي بدأ من 1912 في ستوكهولم بلاعب واحد محمد طاهر باشا في لعبة السلاح. النهاردة احنا عندنا 29 لعبة أولمبية في مصر من أصل 33، وخدنا التصفيات في كل في 29 لعبة الحقيقة، وتأهلنا في 23 لعبة، وده برضو أعلى عدد من الألعاب مصر تأهل ليها في تاريخها. وتأهلنا ب 134 لاعب ولاعبة، 48 لاعبة باقي لاعبين، و12 لاعب احتياطي. احتياطي يعني احتياطي من حقه السفر، منهم ثلاث بنات وتسع اولاد. النظام الجديد في هذه الاولمبيات الحقيقه ان كل لاعب او لاعبه بيسافر قبل مسابقته ما تبدا بخمس ايام، دي مسموح له خمس ايام تدريب، وبعد ما يخلص تصفياته او الخروج يومين في خلال 48 ساعه لازم يكون مغادر. والدول اللي اكتر من 6 ساعات فرق توقيت زي مصر، من 7 ساعات فرق توقيت بيننا وبين طوكيو، بتسمح لها بيوم زياده احتياطي. فممكن تحسب كل لاعب هيلعب امتى، وترجع لورا هتلاقي ان هو هيسافر 7 ايام قبل لعبه، لان في يوم كامل بيروح في الطيران، وهيكون موجود في طوكيو 6 ايام قبل اللعب. لا زي رسمي حضرتك، احنا يمكن كان في شويه تسريبات في الفتره الاخرانيه، انما زي رسمي احنا بنستلمه بالكامل هذا الاسبوع. في جزء استلمناه اللي هو جزء النص، يمكن الزي الرياضي استلمناه، النص الثاني على نهايه هذا الاسبوع، والزي الرسمي اللي هو بتاع حفل الافتتاح والسفر والرجوع خلاص اللي هو البدل يعني، ده هنستلمه برضه على نهايه هذا الاسبوع ان شاء الله. مفيش اي دوله تقدر تجبرك على التطعيم، عشان بس الامور تبقى واضحه يعني، لا يوجد اجبار على التطعيم. خلاص اللجنه الاولمبيه الدوليه واللجنه الاولمبيه الوطنيه المصريه برضه احنا بنحاول ان احنا نطعم اكبر عدد ممكن عشان نامن نفسنا، وعشان كمان الشعب الياباني زي ما انت عارف قلقان جدا من ال 206 دوله اللي جايين، ونظام الوقايه عندهم ايه، وخايفين يبقى بينتقل لهم وباء على عندهم. تمام، فاحنا كلنا بنساهم في ان احنا يعني اكبر عدد ممكن من البعثه يكون مطعم عشان امان لينا وليهم يعني. طبعا احنا مصر فيها ميزه ان متوسط الاعمار صغير، يعني في لعيبه طبعا خلاص بتعتزل، اللي هتعتزل بعد الدوره دي ده وضع طبيعي، ان متوسط الاعمار بتاعه لعيبه مصر صغير تحت المتوسط العالمي الحقيقه، وده معناه ان هؤلاء اللاعبين عندهم فرص في باريس 24 ولوس انجلوس 28، مين اللي هيشاركوا دلوقتي؟ تمام، فدي حاجه الحقيقه اكثر من رائعه، تديك امل في المستقبل ان العدد ممكن يزيد والخبرات تزيد ويبقى في فرص ميداليات اكثر في الفتره القادمه. طبعا احنا كنا جاهزين للاولمبياد، يمكن كنا جاهزين اكثر من بعض الدول الاخرى، فالتأجيل ده بيدي فرص للدول الاخرى انها يعني تلم نفسها بلغه الرياضه كده خلاص، وترجع لمستواها اعلى. ما اقدرش اقول 100% احنا استفدنا او اتضرينا، خلاص احنا عشان الاعمار السنيه الصغيره، فلما زودت سنه زودت خبرات، فده هيفيد البعثه. انما احنا في توقيت السنه اللي فاتت كانت مصر يعني نظام الكوفيد عندها خلاص، او التاثير بتاع الكوفيد 19 اقل من دول اوروبيه كتير خلاص، وبالتالي احنا كان عندنا ميزه، كلنا تاثرنا كلنا اتضرينا. تمام، بس الضرر اللي وقع على لعيبه مصر كان اقل من الضرر اللي وقع على لعيبه ايطاليا، لعيبه المانيا، لعيبه ايا كان يعني ايه معظم الدول، فبالتالي كان في ميزه. يمكن التاجيل السنه ده قربهم شويه لينا تاني خلاص، ان هم الدنيا فتحت عندهم في التدريبات وهكذا، كانت مقفوله تماما وكان في صعوبه في تدريب اللاعبين. ده برضو كله كلام نظري، الملعب هو اللي هيكون الفيصل وهيبين هل ده كلام حقيقي ولا الناس فعلا جاهزه كلها، وهل لعبتنا احنا كمان جاهزين بنسبه قد ايه للمنافسه. لا تم تحديد كل حاجه، رئيس البعثه هو المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه، والنائب رئيس البعثه هيكون المهندس الباسل عبد الله عضو مجلس اداره اللجنه الاولمبيه المصريه. تحديد البعثه زي ما انا قلته لك يوم 10 اول فوق طالع هيستلم القريه والكلام ده كله، وبعد كده من يوم 17 خلاص هيبقى اول ناس بتيجي، يعني مسافر من هنا 16 توصل 17، وتباعا بقى 17 18 19 وهكذا، كل واحد حسب لعبه.